الو مرحبا بك، معاك رئيس جامعه الغله. اهلا بسي الهندي، مرحبا. نحب نسالك، انت مستعد تشد المنتخب الوطني للتفرشيك؟ شنية مستعد، هذا شرف كبير لي وانا نحلم اني نشد المنتخب هذا ونعمل به حاجه باهيه في روسيا. مالم اليوم انت المدرب الوطني التكتات. اي ما سمحني، الجمعيه متاعي ويني؟ ويني الكوارجيه؟ انت اختار الغله اللي تساعدك وعمل بيهم ستاج وحضر. اوه حاضر يا سيدي، بقدره ربي نفرحوا شعب كامل. الو البرتقان معايا. لاباس ولدي برتقان. كلم الخلة الكل، اناناس انصاص مشماش، وكلم الخوخ التوام الزوز. اي ونتقابل غدو الستة متاع الصباح في التيران، حاجتي بكم. مرحبا بكم الاولاد، في فورمة ولا لا؟ جايبنا الستة متاع الصباح يا اخي باش نسرقوه التيران. اوه لا عاد، اسمعني انا لميتكم اليوم خاطر غدو عندك ما تعمل. اوه عسلي قطر يزيدش بالبساطة، لا خاطر باش نمشيو لروسيا في كاس العالم للغلة. الغلة تكور وتونس لازمها تكون حاضرة، وانتوما احسن ما فما في الغلة، باش نعمل بيكم تشكيلة. اي كل واحد يعرف بروحه، ابدا برتقان. انا البرتقان صاحبي تحفون ياسر مزيان، وفي الكورة راني فنانة، ما نحب كان نلعب نظيف. مال اكيد تلعب في ماشينة لافاج لافاج لافي لافي الرص، وانا ما نحبش لمساطة زادة. اوه الاولاد يا زيو متفضليك مع بعضكم، لازم تويكا تركزوا الناس كلهم. لا صحاب ستكتاك عشرة أمر أنا والبرقدان. أنا مشمش نلعب في الوسط وعاقل وخدام. عاقل وخدام زي تخطب فيه في بنته وين القطوع على الأقل. أوه سكان شنو طوى، الناس الكل تعرف برويحة وما يتكلم حتى حد. خوكم لزاز قول شد كل شيء حتى البغض الشد وقصبوا الليه. وانا الخوخ. وانا خوخ خوخ الخوخ. واضح واضح، عرفنا ببعض الناس الكل، طوى باش نبداو في التحليل. باهي ركزوا معايا، اليوم باش نبداو الستاج متاعنا، ما عادش نحب نسمع اي كلام غير الكورة واللونترينمون.